آل عبد اللطيف دخلوا صناعة الدهانات إزاي؟ ابتدت الفكرة عند عمامي إن هم كانوا تجار قبل كده. عمامي ووالدي كانوا تجار بيشتغلوا قطاعي. بعد تجار كده دهانات. تجار دهانات وحدايد. تمام. اشتغلوا لمدة طويلة إن هم تجار، بعد كده قطاعي، بعد كده ابتدوا يوزعوا جملة، بعد كده أخدوا توكيلات، ووصلوا بعد كده جت لهم الفكرة إن هم يعملوا مصنع. نعمل مصنع دهانات. ينشئ مصنع دهانات. بدأنا في القطاع ده من إمتى؟ من كم سنة؟ من 2011 الإنشاء، 2014 الصناعة. طب والتجارة بدأت من إمتى؟ التجارة من 1990. 1990 مظبوط. يعني لينا باع كبير وعندنا بالزبط. السوق بتاعنا بالظبط. صح كده؟ ايوه بالظبط. اخترنا اسوان عشان نصنع صناعه دهانات ليه؟ لانه مفيش مصنع ان هو يقدر ينافس في الصعيد واقدر اوفر المنتج هنا في الصعيد. يعني انت مالكش منافس لغايه مثلا اسيوط المنيا؟ مفيش لحد اسيوط المنيا مصنع دهانات. طب انت عندك كم منتج النهارده؟ عندي 20 منتج. عندك 20 منتج متقسمه ازاي؟ 10 بلاستيك وخمسه زيتي وخمسه ديكوري. اشرحلنا شويه. البلاستيك ده في منه داخلي وفي منه خارجي. تمام. والزيتي ده بتاع اخشاب وبتاع معادن. الديكوري ده تشطيب. يعني انت عندك دهانات للحوائط بالظبط، وعندك معجون بالظبط، وعندك للاخشاب، وعندك بالزبط. للمعادن بالظبط. انتوا عرفتوا اسرار الصناعات دي ازاي؟ دي ما كل خامه من دول ليها منتجات وخامات معينه بالظبط. صح بالظبط. دخلت الصناعة زي كده. دي قدر ان هو يتوصل ليها عمي الحاج ممدوح عبد اللطيف، ان هو سافر القاهرة تعرف على مهندسين كيميكال، قدر ان هو يجيبهم خلاهم يدربوا فنيين وعمال هنا، قدروا ان هو ياخدوا من ان احنا ناخد منهم الخبرات بتاعتهم. طب عندك هنا انا شايف معامل قوية جدا. ايوه. معامل الخامات ومعامل للمنتج النهائي. بالظبط. صح. دورها ايه بقى؟ معمل بحث والتطوير دي، بحيث ان انا لو غيرت ماده خام ان انا اقدر ادخلها اشوف ان الماده الخام دي فيها عيوب مع المنتج بتاعي الباتش الاسطمبه تمام ولا ما فيهاش. يعني تعادل الخامات الاساسيه اللي انت اعتمدت عليها. اللي انا عاملها دي اسطمبات ما بتتغيرش. تمام. بعد كده معمل الانتاج دي بتم ان انا بصنع بره. قبل ما ابدا اعبي لازم انا باخد تشيك من المعمل، ادي اوردر ان خلاص كده المعمل تمام اعبي. طيب حضرتك